اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني، وحلواني دمه خفيف زي الشيف المغازي. النهارده مع بعض لا عندي محمر ولا مشمر، يعني ما فيش لا فراخ ولا لحمه ولا خضار. تلاحظوا النهارده في شغل، النهارده اجازه، بس مش اجازه اجازه، لا النهارده حابب اعمل شويه حلويات. بنستعد لعيد الاضحى. عيد الاضحى يعني لحمه، يعني نظبط البيت بتاعنا ونرتب الغرف بتاعتنا والصالون والانتريه. ده في كل بيت وفي كل اسره للامانه، وعندنا الكلام ده بيحصل، فبنبقى مشغولين شويه، ودي عادات عندنا عشان نستقبل ضيوفنا وصله الرحم، ونروح نعيد ونروق الدنيا قبل ما نروح نعيد، نروح نصيف وهكذا. فانا هعلمك النهارده تعملي شويه حلويات تجهزيهم تستقبلي بهم ضيوفك في العيد. مش لازم تروحي على محل حلويات وتجيبي دستة جاتوه، او تجيبي جاتوهات سبلات صغيره، او تجيبي اي حلويات من بره. انت تعملي الحلويات دي في البيت لانها في متناول الجميع وسهله، وهنرضي كل الاذواق للامانه في عمايلها. معانا من اول حاجه هنعمل بسكويت الشوفان بالبرتقال. هتقولي لي مفيش برتقال في السوق يا شيف، اسانس برتقال عادي، مفيش برتقال اعمليه بالليمون. حلو قوي، بسكويت الشوفان بالبرتقال مقاديره في متناول الجميع، شوفان وزبده وشويه برتقال. معانا رافاييلو، دي موجوده في اي سوبر ماركت غاليه كده، التلات وحدات مع بعض سعرهم غالي جدا، ولادك نفسهم ياكلوها، والاطفال جايين يعيدوا مع اخواتهم قرايبهم ولاد عمهم، هتعملي لهم الحلوه اللي هي جوز الهند دي بالحليب المكثف، هتعجبك. انا هعملها لك كده النهارده سهله، ونشوف نعملها مع بعض ازاي، وتخليها تقعد عندك اسبوع 10 ايام مفيش اي مشكله، بس الدنيا حر خليها في الثلاجه. حلو. معانا النهارده كمان مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا الاطفال الحلوين والبنوتات الحلوين اللي بيمتحنوا الثانويه العامه، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، احنا معاكم. هنعمل لكم قالب جاتوه النهارده بالشوكولاته. الشوكولاته معانا بقى كاكاو خامه حلوه، ومعانا شوكولاته، ومعانا طبعا فليفر حلو من الفانيليا. فقالب الشوكولاته او قالب الجاتوه ده له تكنيك كده نعمله، نشربه صوص شوكولاته زي ما احنا شربات، ممكن نسقيه عصير اللوز بالشربات باللوز زي ما احنا عايزين. ولكن التفاصيل مع اللي بنى مصر في الاصل حلواني، علشان الحلويات ديت اي نعم ما فيهاش شغل كتير، بس بتحتاج لوقت تكنيك عالي. كان اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل انا اجازه ما عنديش حاجه على النار النهارده. اطرحوا بقيت تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واللي بنى مصر في الاصل حلواني، هنعمل النهارده شويه حلويات حلوين زي ما قلت لحضراتكم. كل ام عظيمه بتتابعنا دلوقتي، كل ست بيت عظيمه في الريف المصري، في الصعيد المصري، في انحاء العالم، لان الفضائيه المصريه متشافه في كل الدول الاوروبيه. عايزين نعمل شويه حلويات بساط. هي الفكره كلها مش انك تعملي حلو، الفكره انك تعملي حاجه بايدك ايا كانت الحاجه الحلوه ديت، بيبقى لها قيمه كده ولها مذاق خاص جدا. انا عملت لكم النهارده يا اولاد كذا، غير لما انا كلمت بابا في التليفون هات معاك دسه جاتوه وانت جاي. الموضوع هنا يفرق كتير معايا انا بالذات، خلي بالكم. النهارده هنعمل، خلينا نعمل النهارده قالب جاتوه بالشوكولاته، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مقاديره في متناول الجميع. معانا دقيق كوب ونص تقريبا، مالكمش دعوه بالكميات الكبيره اللي موجوده معانا دي، ومعانا ثلاث بيضات، ومعانا كاكاو نص كوب، فانيليا معلقه كبيره، نص كوب من السكر، زيت نص كوب، حليب واحد كوب، معانا بندق، ومعانا شوكولاته، ومعانا كاكاو وفانيليا. حلو. ومعانا قرفه خشب برده، ممكن زي ما انتوا عايزين، بس انا خلينا النهارده ايه يعني نشوف هنبدع ازاي شويه حلويات. المقادير على الشاشه صورها بالتليفون على السريع. اول حاجه كالعاده بنخلط المواد السائله مع بعضيها، البيض مع السكر، اتعلمنا من الشيف المغازي خلط البيض مع السكر جيدا ثم الزيت علشان نشوف القوام. ده الطبيعي، بتعملي كيكه، بتعملي قالب جاتوه زي ده كده، اول حاجه تشتغلي فيها البيض مع السكر. اه حلو. والبيض يطلع من الثلاجه يا ست الكل قبل ما تشتغليه تقريبا ب 10 دقائق. انتظروا مننا ان شاء الله في العيد مفاجات هنعمل لكم في العيد ان شاء الله. يلا وعد مني خلاص اهو، هنعمل مبار في العيد ونعمله بالخلطه المغازيه، رز بقى والثلاثي المرح. عارفين مين الثلاثي المرح؟ اللي هو البقدونس والشبت والكزبره. اه زي ثلاثي اضواء المسرح كده. طبعا احنا بنعمل دلوقتي الشوكولاته، شيل المضرب ده كده نخليه هنا واحده واحده كده عشان الموضوع ايه، الدقيق ده لازم يتنخل شويه، ده الطبيعي انك انت بتعملي حاجه زي كده لازم يبقى التكنيك عالي. ناخد الدقيق ده كده، اللهم صل على النبي. اه قد ايه يا شيف دقيق؟
والله انا هحط كوبايه ونص، احتاجت شويه ونحط. حلو قوي. سؤال من الكنترول، ليه بندخل الدقيق؟ الدقيق ده طبعا موجود عندنا اذا كان في علب بلاستيكيه او في الكيس بتاعه جايبينه، كنا بنعمل مثلا زلابيا عندنا دي. المهم كل بيت بيبقى فيه شويه دقيق، احنا لما بندخل الدقيق كده اولا الحرص شديد جدا لاي فضلات فيه، تاني حاجه ان هو بينزل على البيض بيبقى هش ويديني الماده الزلاليه الهشه علشان تبقى الكيكه هشه معايا، شايف اهو بيختلف طبعا الموضوع. دي مهمه جدا على فكره، وتشيل منه الرطوبه كمان. ما عندكيش المصفه دي تعملها بمصفه عاديه خالص. العيار وانا شغال كده، وانا شغال انا عملت امبارح كيكه بالجزر شفناها مع بعض، شربتها شربات اللوز. النهارده اهوت شربات المستكة، انا اسف انا هشرب دي النهارده شربات اللوز. هتبقى كيكه بالشوكولاته شربانه شربات اللوز، نشرب شربات فرحكم ان شاء الله. كل ده مع بعضه زي الفل. ونخلي دي على جنب عشان نحتاج لها تاني. نقلب دول كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. بيض، زيت. هتحتاج مني شويه حليب بحطهم. قد ايه يا شيف العيار؟ كوبايه. خدنا ثلاث ارباع الكوبايه واحتفظنا بالربع. انا عايز ايدك عيار. دايما يقول لك الشيف المغازي يعني ما بيلتزمش بالكوبايه والمعلقه، دي مدرستي. والحمد لله تنال اعجاب كل الساده المشاهدين، لانها بتطلع منك طباخه محترفه، بتطلع منك ست بيت محترفه. انك انت امهاتنا زمان ده كانوا يعرفوا الكوبايه، ولا بالبركه تيجي تحط ايدها في الحاجه تطلع الحاجه ذهب، تطلع سكر، تطلع شرباطه. شفت القوام؟ بص على القوام ده كده. ده القوام بتاع الكيك. شفتوني مسكت كوبايه في ايدي عياره. حلو. ولكن العيار موجود على الشاشه. حلو تمام. ناخد الكاكاو بتاعنا، عايزين نعملها بالشوكولاته. ناخد الشوكولاته نفس القصه اللي عملناها مع الدقيق هنعملها. ادي الكيكه بتاعتنا بالشوكولاته كاكاو. بسيطه خالص، سهله. حلو قوي. خد الحته اللي جايه بقى، شايفه اهو كده. حلو قوي. عندنا هتحتاج شويه دقيق تاني واحنا شغالين مع بعض، نحط شويه دقيق صغيرين يعني تقريبا معلقتين معاهم البيكنج باودر بتاعنا عشان يديني الماده الفعاله بتاعته، وننزلهم كده. وعندنا قالب بقى، قصه القالب دي، والقالب غالب زي ما بيقولوا اختياري من مصروف البيت، بتحوشي كده تجيبي قوالب شكلها حلو، بيديك الفرصه انك انت تبدعي في المطبخ. معانا قالب زي ده كده حلو، النص جواه هيبقى فاضي. جيبوا لنا كده يا شباب ده. علشان ممكن تعملي حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ تجيبي شويه فروت سلط، عنب على مانجا على موز على تفاح، فروت سلط عادي زي اللي بيتعمل في البيت. هتجيب الفروت سلط ده كده تقطعيه وتحط عليه شويه عصير برتقال او عصير ليمون وتحطيه في النص بعد ما نقلب القالب ده كده مع بعض ان شاء الله. شفت القوام؟ شفت؟ مدار كله مع بعض. بعمل ايه بقى؟ باخد البوله الصغيره دي كده واحط فيها شويه زيت صغيرين، وشوفينا هعمل ايه كده وانا معاك. الله، ما انا عايز اخد المقدار اللي انا عملته ده كده ينزل في قلب الكيك او القلب في قلب القالب واوزعه كده بالشكل. احط دي في الزيت كده وهشتغل كده دلوقتي. اوزعه كده واحدة واحدة كده. والقوام لازم يكون تقيل شوية كده عشان الكيكة دي هتشرب صوص او هتشرب شربات، ممكن صوص شوكولا، ممكن تسقيها كمان شربات اللوز اللي انا هسقولها دلوقتي. اهم حاجة انك انت بتحطي زيت على الاسبانيولا اللي انت شغالة بيها او المعلقة اللي انت شغالة بيها، شفت؟ عشان ما تمسكش فيها الكيك. بالشكل ده كده كل المقدار نزل معايا. حلو قوي. شيل ده كده
نص اه زي ما انا شغال كده شفت. درجة حرارة الفرن عندي يا عم الشيف 180، قالب كيك بالشوكولا. اه عينيا عينيا، حاضر اه حاضر بالشكل ده كده، ونشيل دول من هنا. درجة حرارة الفرن عندي 180، حلو قوي. بناخده كده هزة حلوة اهو، وناخده على الفرن. شفت الكلام؟ مكانه فين في الفرن هنا بقى؟ هو ده الكلام، هو ده السر في الموضوع. بنمسك الفرن نرتبه كده، بنشيل الشبكة دي نحطها هنا كده، ونيجي في أرضية الفرن يا عم الشيف، نحط قالب الجاتوه الحلو ده كده اللي هنحضر له دلوقتي شربات اللوز. قالب جاتوه بالشوكولا نستقبل بيه ضيوفنا وأولادنا في عيد الأضحى مع لحمة الخروف أو لحمة العيد، علشان ولادنا وولاد قرايبنا وأهالينا في البيت مش فيش داعي إن احنا نشتري حلويات من أي محل، خليكي تعملي الحلويات في البيت. بنبص على الفرن ونصلي على الحبيب كده، أساتذة المصورين حبايبي صلي على الحبيب قبل ما تبص في الفرن. إيه الحلاوة؟ فين الكيكة؟ فين قالب الجاتوه اللي طلع لي كده وفتح له إيه؟ شفته كده، بص إيه الحلاوة دي؟ ادخل تعال عليا، إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك. طيب أنا دلوقتي القالب مش هطلعه من النار للأمانة يعني. أنا المفروض هخلي البسكويت الشوفان بره شوية، علشان ده ما ينفعش أنا أطلعه من النار دلوقتي غير لما ياخد السوى الكامل، لأن أنا هشربه شربات اللوز اللي معايا ده كده، هينزل على قالب الجاتوه ده بالشوكولا، هيبقى قالب جاتوه بالشوكولا مع شربات اللوز. تعالوا نطلع قالب الجاتوه بتاعنا. اللهم صل على النبي. مكانه فين عايزه؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول الان للعين؟ هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه قالب جاتوه بالشوكولا وهيشرب شربات اللوز. اه اللهم صل على النبي. اه ايه الحلاوه دي؟ ومعانا بسكويت الشوفان. عينيا، بص على بسكيت الشوفان وصلى على الحبيب قلبك يطيب. اه لا 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 لا، البرتقال طالع من البسكوته بيتكلم مصر، اللون الاصفر الحلو اللي بيفتح النفس. قافل قافل يا سمسم. قلب الشوكولا مش عاجبني كده، هتعمل فيها يا شيف؟ هاخده كده الله واقلبه كده وارفع صلى على الحبيب، نرجع تاني نقلبه واحده واحده كده علشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. اه وادي قالب الشوكولاته معانا. الله اه حلويات ما كلفتنيش ثلاثه تعريفه، ومعانا شربات اللوز يا مزاج اللوز ينزل على قالب الجاتوه ده. اه اه وزي ما قال الشيف المغازي، تخش المطبخ عندك طاقه ايجابيه داخله بحب، ميه الحنفيه نازله بين ايديك شربات يا عروسه. اه اه اهم حاجه تخش انت داخله المطبخ. شفت اللمعة دي كده؟ عينيا، حاضر حاضر. اه شايفين اللمعة دي كده؟ شفت الشربات ده كده باللوز بيدي لمعة لقالب الجاتوه. انت خليكي اشطر مني بقى للأمانة والله اللي بقوله ده. باقي عندك شوية شربات لوز، هتعملي ايه؟ شوية عنب على موز على تفاح على كيوي، وفي عنب أبيض وعنب أسمر دلوقتي في السوق، على خوخ، وقطعيهم كده فروت سلطة وحطهم على الشربات ده، وحطهم في النص. بقيت أحسن مني. لا ده ولا ده، هات ايس كريم وحطه في النص بس بعد ما تبرد. بس انا بحب الايس كريم مع الجاتوه وهو سخن، او مع الشوكولا وهي سخنه يعني، بحبه قوي على فكره. فدي افكار انا سايبها لك انت بقى تعمليها. تاني فروت سلطه بتحطيها هنا، شربيه شربات اللوز او عصير برتقال مش هيسود منك، في النص هنا. مفيش لا ده ولا ده، هاتي ايس كريم وحطه في النص. حلو الكلام؟ اه تعالوا مع بعض نخلص الرافاييلو كده، بس عايز اعمل حاجه حلوه. مش عاجبني قلب قلب الجاتوهيه والله العظيم مش عاجبني خالص، اتكلم الصراحه يعني، بس هعمل اللي انا عايز اعمله وهعلمك تعمليه ازاي، ولو اتزنقت زي كده صلي على الحبيب الاول قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده رايح على فين؟ رايح على فين الجنه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اهو 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 اهو، وينزل عليه شربات اللوز. ما قلتش حاجة أنا، شفتي؟ في قلب كده، ألف أنا وشفا. الغوامي دي بحبها قوي على فكرة. عندي الأبيض ما رضيتش أجيبه، حبيت ده كده، حلو؟ تمام. تعالوا نعمل مع بعض كرات جوز الهند الجميلة الحلوة.
نشتغل فيها لغايه لما مخرجنا يقول لنا ايه. ها حاضر. كرات جوز الهند هنحشيها لوز، نحشيها شوكولاتة حسب الرغبه، شوف انت عايزاها بايه مفيش مشكله. حطينا جوز الهند، حطينا عليها حليب مكثف، حطينا عليها شربات او تحط عليها عادي اللي هو شويه سكر مع شويه ميه، سايب بيغلوا على النار، احنا كلنا عارفين ده. وتبداي تعجنيها بايدك كده، عايزه تعمل فانيليا حط فانيليا، انا هحط لها شوكولاته دلوقتي، هحط لها لوز حسب الرغبه. تعالوا مع بعض نشوف نعملها ازاي ونوسع الدنيا كده، عشان لو مخرجنا قال لي وقتك خلص يبقى انا جاهز. الدنيا رايقه مع الشيف. عيني. حاضر حاضر يا غالي، روح الله يستر عليك يا غالي، الله يستر عليك. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟